خير، كيف ما شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل، راح أحكي عن فاصوليا والبقول المفيدة لزمرة الدم ب. أنواع البقول والفاصوليا اللي رح نحكي عنها أسبوعيا هي الحصة كوب من الحبوب الجافة عند العرق الأسود من 3 لـ4 مرات، من الأبيض من 2 لـ3 مرات، الأصفر أكثر من 2 من 4 لـ5 مرات. يستطيع أصحاب فئة الدم ب أن يتناولوا بعض أنواع الفاصوليا والبقول، ولكن العديد من أنواع الحبوب مثل العدس، الحمص الفحلي الكبير الحجم، والفاصوليا الإسبانية الزهرية الموشحة بالأحمر، والفاصوليا الخضراء على شكل الكلية كلها تحتوي على لاكتينات تؤثر في إنتاج الأنسولين. اللاكتين حكيت عنه قبل. يستطيع الآسيويون من حامي فئة الدم ب أن يتحملوا البقول والفاصوليا بشكل أفضل من الأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى الفئة ب، لأنهم اعتادوا على تناولها منذ وقت طويل. لكن حتى الآسيويين يفترض بهم أن يكتفوا بأنواع معينة من هذه المأكولات، وألا يتناولوا منها إلا ما هو مفيد جدا لهم ومن وقت إلى آخر فحسب. فاصوليا والبقول المفيدة جدا: الفاصوليا الحمراء الكليوية تشكل الفاصوليا البيضاء صغيرة الحبة، الفاصوليا الخضراء صغيرة الحبة. فاصوليا وبقول غير ضارة: الفول الأحمر، سوري، الفول الأخضر، الفاصوليا الحمراء، فاصوليا الكلى العريضة، فاصوليا المسلات، الفول اليابس، فول الصويا، اللوبيا الخضراء، اللوبيا، المسلات، البطاطا المكسيكي، فاصوليا البيضاء العريضة، البازيلا الخضراء، قرون البازيلا التي تطحى بكاملها. تجنبوا الفاصوليا الأدوكي العدس البلدي، فاصوليا الأدوكي العدس الأخضر، الفاصوليا المكسيكية السوداء، العدس الأحمر، الحمص الفحلي هو حمص كبير الحجم، فاصوليا الإسبانية الموشحة، فاصوليا البيضاء ذات النقطة السوداء. هلا خلصنا من الفيديو الخاص بزمرة الدم ب، ولكن هو مش كامل عن زمرة الدم ب. فعادة الحصة من أنواع البقوليات والفاصوليا المسموح بها كوب من الحبوب الجافة، إلا نقول العرق الأبيض من 2 لـ3 مرات. هذا كان الفيديو. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلي زر الجرس.